سام خويا امين، شكرا بزاف على المساعده اللي كتقدم لينا. عافاك كملت الاخر، انا في عمري 19 سنه، عافاك عندي واحد المشكل، انا باغي نبدا السيودي، ولكن المشكل ديالي هو انه كاين في واحد الفيلاج صغير، والراس وراس مالي حتى هو صغير. واش ممكن نبدا في هذا الدومين؟ في نظرك واش نقدر نمانجي البيزنس بوحدي في الاول؟ حيت اهم حاجه عندي هي نجمع 5000 درهم باش نزيد ندير معاك انترفيو، باش ان شاء الله نزيد نديفلوب. شوف اخويا، مسألة أنك بعيد وهذا ماشي مشكل. يعني أنا شوف دابا باش نكون واضح، ملي تهضر على التجارة الإلكترونية وسيرتو ملي كتبغي تبدا في جينيرال نيش وهاد التخربيق، راه ضروري خاصك، واش عندك شي واحد في كازا؟ عندك شي واحد في كازا تبدا؟ ما عندك شي واحد في كازا، راه ما يمكنش تبقى كل ساعة غادي لكازا وجي كازا. غايجيو عندي الناس غايقول لي لا سي أمين، مي هي لو تيليجرام، أو سيدي كاين تيليجرام، تنمشيو نستعمل تيليجرام، تنقول لي غادي تسكت ولا غادي نهود عليك بهاد، ما عنديش بالغاني. الناس اللي كيشريو السلعه من تيليجرام، واش انت لا واش تقول راسك انت تاجر؟ انت زعما تشري السلعه من تيليجرام تاجر؟ الا كنتي تتفرج فيا وكتشري السلعه من تيليجرام ياك، تنقول لك اخويا عاود ضرب لي في قد فراسك، باش نكون واضح. الناس اللي كيبيعوا السلعه في تيليجرام ما غيحملونيش في هذه اللقطه هذه، ولكن غنقول لكم انا الواقع اللي كيتسني شي حاجه يجي يديها. راه الناس اللي كيشريو السلعة من تيليجرام، الشريف لا كتشري السلعة من تيليجرام تشريها من واتساب، راك كتصيد السلعة، راك كتضرب واحد القاعدة مهمة في التجارة سميتو الربح، الشراء ماشي في البيع. راه ملي تتشري من تيليجرام تتشري ب 60 درهم 70 درهم والسلعة دايرة هي 30 درهم، راك شريتيها بالغلا، وملي غادي تبغي تبيعها ما غاديش تقدر تنافس بها في السوق. والاخ اللي مشى شاف الفورماسيون ديال شي واحد وقال لك سير دخل تيليجرام مشيتي مدرب، راه تنقول ما عرفتي. المهم انا اللي عليا هذه تنقول لكم، راه داكشي فاش تنقول لكم، راه كاينه شي حاجه سميتها التجاره عاد الرقميه، وسير بعدا عرف شنو هي التجاره عاد سير شوف رقميه. خويا التليجرام ما تنتقداوش منه، واتساب راه ما تنتقداوش منه، باش نكونوا واضحين. تمشي تشري تقدا من واتساب هذا تشري بالثمن غالي، وملي تشري بالثمن غالي تضرب ديك القاعده ديال الربح في الشراء ماشي في تضرب، تشري بالثمن غالي راه ما يمكنش تنافس السوق. شحال بغيتي تبيع انت البرودوي؟ واش انت غتنافس مع واحد شرا برودوي ب 30 درهم؟ واش انت غتنافس مع واحد شرا برودوي ب 10 درهم؟ لا ما غتنافس. اذا هذاك خونا اللي قال لك دخل للتليجرام وهذا اش دار لك؟ نصب عليك، هو ما نصبش عليك صراحه، هو ما نصبش، هو دار خدمته، انت مكلخ شويه لك هو. انا ماشي شوف انا تنقول لك مكلخ، هذا راه غير الغيره ديالي عليك، انا بحال تنهضر مع خويا الصغير، شكون معاك واضح، انا تنحرق اعصابي على والو، راه ايه تنهضر معاك بحال خويا الصغير. فهمتيني ولا خويا، المهم يعني انا تنهضر معاك فريندلي، تيتسمى تنهضروا كاز اصدقاء، فهمتي لقاك واجد كلاك جوي ديال لك. واش بنادم يلقى الخبز قدامه ما ياكلوش؟ ما يمكنش. قوا الطريفه ديال الكيك تشيز كيك، ما ناكلش تشيز كيك انا. هذا خويا تنقول لك كاين عندك شي حد في كازا مرحبا، ما عندكش اخويا سير تكمش. سلام يا سلام على السي امين، وهذا الجواب اللي عطيتك تيخصك انت في السيتياسيون ديالك انت، باش نكونوا واضحين ثاني ما تبقاوش كاين اللي كيهزوا هذا الفيديو تيديروا شي عناوين، وانا راه انا مجاوب واحد السيد في واحد السيتياسيون معينه، كنجاوبك في هذا السيتياسيون. انت في دوار بعيد ما عرفتش انا شنو دوار، ما عندكش راس مال، ما عندكش ما دير، غتخدم تيليجرام ولا هذا غادي يزدحوك.